الصلاة والسلام على رسول الله. هذه واحد يطلب مني باش نوريه مكان الكابتير نتاع الاربراكام، حساس الاربراكام نتاع 1.6 اتش دي. ها نشوف فيه وين جاي، جاي هنا تحت ورا البولي البنيون هذي، جاي تحت الليجير هذي، شفتوه هنا وين فما صبعي، هون الابيض هذاك، هذا هو كابتير نتاع الاربراكام. هذا يجي من المكان هذا، هذا موتور 1.6 اتش دي اللي هو معروف 1.6 اتش دي. طبعا الكابتير نتاع الاربراكام نتاعو يجي زي ما قلت لكم هنا ورا البنيون، والكابتير والحساس نتاع المحرك يجي من اللوطه تحت البولي في المكان هذا. شفتوه هذا نتاع المحرك، سموه كابتير ديماراج او حساس بي اتش HPM ولا حاجه كيما هكا. وهذا الكابتير نتاع الاربراكام يجي من المكان هذا. عندنا هذايا موتور 407، موتور 407 اتش دي، 1.6 1.6 اتش دي. نعطيكم بسط على المكونات الموجوده فيه، كما طلينا حتى على الشان ديستريبيسيون اللي هي الحزام، يعني اتضح ان العلامات نتاعو مازالت جديده، يعني ما خدمش، يعني الكتيبه مازالت ما تفسختش، لان باش نعرفوا احنا الشان نتاعو وقت نقول الكتيبه مفسخه، بما ان الكتيبه مازالت واضحه وتتقرا معناتها مازالت تمشي. هذه بعد صاحبها يغيرها على مهله، بعد ما يجرب المحرك ويطمن عليه انه هو لا فيه مشكل تاع زيت ولا مشكل تاع ماء يغيرها. هذايا من قدام عندنا اللي هي قلنا الشان، هي اللي هي حزام هذايا مثلا. الشان قدام عندنا البومب اسيستي اللي هي تعطي الزيت للدريكسيون، عندنا الالترناتير اللي هو المولد تاع الكهرباء، عندنا هذايا توندير، عندنا هذايا كليماتيزير اللي هو يعني المحرك نتاع المكيف. جو جنب هذايا عندنا هنا التيربو، هذايا التيربو نسموها 1.6 تيربو الكبير، هذايا يعني 1.6 تيربو الكبير. هذايا عندنا هنا المقياس نتاع الزيت، عندنا هذايا هنا ريفريجيرون اللي هو ما يعرفش ريفريجيرون، هذا ريفريجيرون نتاع المبرد نتاع الماء نتاع 407 1.6 اتش دي. هذايا معاه يجي ديما تحت الفلتر نتاع الزيت، الأغلبية السيارات الكل يجي الريفريجيرون بحال الفلتر نتاع الزيت. هذايا التيب اللي يمشي من فوق حتى اللوطة في اللي ياخذ الزيت للتيربو، وعند اللوطاني اللي ينزل الزيت من التيربو. هذا واحد يدخل الزيت واحد ينزل الزيت. هذا من هنا، هذه عندنا هنا المانو نتاع الزيت اللي هو حساس الزيت توجد اللوطة. نجيو من هنا من تالي، من هنا عندنا هنا البومبا فيت اللي هي نتاع تعطي الهواء للسيرفو، عندنا الكور نتاع الترموستا اللي هي مع حساس الحرارة. هذا قلنا هنا فلتر الزيت، عندنا هذا حساس نتاع المارش الخلفية اللي هي مانو مارش ارير، وهذا مانو تمبيراتير. هذا فلتر نتاع المازوت، هذا فلتر نتاع المازوت اللي هو نشوف من المازوت اللي يصفي المازوت. عندنا هذه البوات اللي هي الباتريتاس نتاعها. نجيو من هنا من الجهة الثانية، نلقاو هنا ليجير، هذا ليجير نتاع 1.6 اللي هو ما يعرفش ليجير، هذا كله تابع ليجير، كله تابع ليجير في التنظيف. يعني الانسان وقت يحل باش ينظف ليجير لازم يحل هذه كل الحاجات هذه كلها ينظفها فرد مرة. هذا ليجير نتاع 1.6 1.6 نتاع الاتش دي. هذا كل عندنا هنا هذه الفيتيسات اللي هما في البوات في الجير، هذوما طبعا ما فيهمش عداد نتاع سرعة هنا على خاطر العدد نتاع السرعة في الابيس، هذوما المحركات هذا يعني السيارات هذوما. عندنا هنا البومب اتش بي اللي هي نسموها احنا بومب اجكسيون باللغة العامية، بومب اتش بي اتش بي هذه عندنا يقيسوا منه الزيت، يعني اللي يكتب لك في التابلو ان الزيت كوريكت، يعني الزيت يعني المعدل نتاعو صحيح. هذه تقيد الامور هذه. عندنا هذه من هنا من فوق، نعطيهم فكره من فوق، هذه البومبات اللي هي نتاع المازوت اللي بتجيب المازوت من الخزان من الريزرفوار. عندنا هذه هذوما الديريكتات نتاعها كلهم، هذه تابعه للجيار الديريكتات، هذه هذوما عندنا الاشكيرات نتاعها.
انجكتيرات الأربعة نتاع المحرك، هذوما انجكتيرات الأربعة كلهم ندورو من نشوفوهم الانجكتيرات، هذوما انجكتيرات الأربعة هما نشوفوهم. هذه عندنا هنا الغطاء نتاع الأربكام مصب الزيت، صبوا منه الزيت، المكان هذا صبوا منه الزيت، هذا يخرج كل الهواء وخروج الهواء من الادميسيون. هذه حاجات كلها يعني نتعرفوا عليها ببساطة، وخدي يبدا الموتور كم مفكوك يعني نشوفوهم بسهولة تامة. إن شاء الله العملية هذه تنفعكم وتفيدكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.